إلى الشأن الإيراني، حيث نظم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية اجتماعا ضم مجموعة كبيرة من المعارضين الإيرانيين تزامنا مع ذكرى الثورة التي سرقها نظام الولي الفقيه من الشعب عام 1979. من جانبها أكدت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة مريم رجوي أن الانتفاضة الأخيرة أثبتت استمرار الاحتجاجات في أرجاء البلاد، وأن الشعب الإيراني لا يرضى بشيء إلا بإسقاط النظام برمته، مضيفة أن حضور النساء والشباب في الصفوف الأمامية للاحتجاجات هو ضمان لاستمرارية الانتفاضة. وقالت رجوي إن الشعب الإيراني والمحتجين قرروا استبدال نظام الولي الفقيه وقوات الحرس والبسيج بجمهورية قائمة على مبدأ الحرية والديمقراطية. وجددت رجوي دعوة كانت قد طرحتها في اجتماعات مجلس أوروبا إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي الانتفاضة وإلغاء القمع والاضطهاد.